نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، وها هي الانطلاقة لشوط الختام مدعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا. هنا المنطلق هو 25 في مجموع أشواط هذا الصباح المميز الجميل في هذه الانطلاقات المتميزة. نذكركم بأن الثانية هو موعد انطلاقة الفترة المسائية مع هجني هنا أصحاب السمو الشيوخ بمشيئة الله تعالى. نسير مع شوط الختام الخاص هنا بالبكار، إذا الحجايج لمسافة 3 كيلومترات وأشواط الإنتاج والمنتجين. نتابع هنا غطرس المطر بن محمد بن علي بن القرين المنصوري من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا أيضا انطلاق وتحدي جميل في هذه اللحظات من الضبية المنطلقة لهلال بن السهيل بن عبيد بن حضيبه المزروعي من تنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الغزيلة لحمد بن نابت بن خيلة العامري تاتينا بانطلاقة هنا وتحديات متميزة الوصول في هذه الانطلاقة، وشعار بن نوبي ياتينا بهذه التحديات الجميلة هنا والإثارة. الوصول من قبل الشاهينية محمد بن غدير بن حميد لديلي تتسلل على المركز الرابع، وفي المركز الخامس معزة لسالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري، والوصول من خطر لمبارك بن أحمد بن سويلم العامري. ومن الجانب الآخر هناك تحديات من الذيبة عبد الله بن محمد بن حمد بن حبتور العامري منطلقة بإثارة وتحدي هنا غزة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي قادمة أيضا بالأداء المميز الجميل، والوصول من قبل اليمامة لأحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا اليمامة وعاشر مراكزنا. عن وهنا لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني تأتي على المركز العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود إلى لغزيلة من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، لغزيلة لحمد بن نابت بن خيلة العامري تنطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لمحمد بن غدير بن حميد لديلي، والقادمة غزة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي تنطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع غطرسة لمطر بن محمد بن علي بن القريني المنصور ومطفية للسيل بن نخيرات بن نوبي العامري تنطلق على خامس المرا. سيل بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري تنطلقون على المركز الخامس وسادس المراكز. جعار بن شريم قادم هنا بهذه الانطلاقة الجميلة مع مثايل سعد بن طالب بن شريم المري، وصولها مميز وجميل هنا أيضا بهذه التحديات. وصول هناك من الجانب الآخر عنوة لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني قادم بعنوة بهذه الانطلاقة الجميلة، واليمامة لأحمد بن محمد بن كراز المهيري أيضا تتسلل، ولكن غزة على صدارة، غزة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور. غزة هنا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط. ها هي غزة تنفرد بشوط الختام هنا على أرضية هذا الميدان بهذه التحديات الجميلة. سلام ممثل السمحة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، سلام لند الشبة، وسلام للسمحة على هذا الأداء المميز الجميل. ها هي لحظة وصول هنا غزة إلى الفوز والناموس. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي المركز الثاني، عنوة لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني، وفي المركز الثالث الشاهد
العينية لمحمد بن غدير بن حميد لديلي والوصول من قبل الفايزة من أتت هنا هذا الانطلاق المظفر بن أحمد بن محمد بن العظيلي العامري ومثايل سعد بن طالب بن محمد بن جريم المري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني شاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة وصول هنا أيضا هذه التحديات الجميلة والإثارة وغزة من أتت بالفوز وبالناموس في ختام الأشواط لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي 4:36 وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمني بينما المركز الثاني كانت هناك عنوة لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني من أتت على المركز الثاني بتسع 4:39 جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. أما ثالثي مراكزنا فكانت التحديات هناك أيضا من قبلي هنا الشاهينية من أتت على المركز الثالث لسيد محمد بن غدير بن حميد ليديلي 4:43 خمسا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. وإلى ملخص هذا السباق. شكرا للزملاء مشاهدينا الكرام في عربة التعليق على التواصل في أشواط انطلاقات سباق صباح هذا اليوم والذي من خلالها تابعنا مع حضراتكم سويا 25 شوط في انطلاقات المرموم وسباقاتها حيث بدأت مع أشواط الإنتاج 12 شوطا أو أشواط المفتوحة 12 شوطا بعد ذلك أتتنا أشواط الإنتاج وهي 13 شوطا أشواط مميزة حملت التحديات حملت